زيزو، زين الدين زيدان، لكن الفرق لا ليس كبير على ان يصنف زيدان مع مارادونا وبيلي. مش ممكن. خليني نحكي، خليني نعبر، خليني نريح ونرتاح. مش ممكن يا زيدان، نهائي كأس العالم والدقائق الأولى وصفر صفر وتضرب الكورة بهذه الطريقة ومع من؟ مع جالويجي بوفون. كم أنت كبير يا ابن الصحراء يا زيد الدين زيدان. شوف يا سلام، برافو، والله يا علق وصفلك، والله يا علق وصف. شوف والله يا علق وصفلك. الاوتوغراف عادي اعتيادي من لاعب استثنائي زين الدين زيدان، بالفعل اسطوره، وزيدان يدخل التاريخ. زيدان ممتازه، حتى بالركبه يحضر، حتى بالركبه يعطي هدف. ما هذه الراحه، ما هذه قوه الشخصيه. زيدان يلعب ثقه، كانوا في كرنفال، كانها ليست نهايه كاس العالم. ما هذا يا زيدان، جميله جدا، كرة مراوغة روعة. ويا سلام، يا الله يا الله، ما الذي يحدث أمامنا؟ زيدان يسدد، قلت لك دور البطولة. والله لما ارفع رجله ذكرني بهدف السحر التاريخي في مرمى باير ليفركوزن في الهامبتون بارك في الجلاسكو. يا حظك يا فرنسا، حتى الطليان صفقوا، حتى الالمان تفاعلوا، والفرنسيين تفاعلوا. عودة زيدان، فرنسا لا تساوي شيء، لا تساوي شيء، لا تساوي شيء بدون زيزو. ألفين وستة، المشهد الأخير، مشهد الختام، لحظة الاختتام، كيف ستكون يا أحلى عنوان من 20 سنة؟ زين الدين زيدان. وقصاو كرت أحمر، وكرت أحمر لزين الدين زيدان. ولا تنسى تحدث عن